من بستان النبوة ومع الحديث الشريف والطالب سيف. السيد مدير المدرسة يلقيها نيابة عنه الأستاذ موريس. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات أولياء الأمور الكرام، الضيوف الأعزاء، يسرنا أن نقدم لكم التهنئة في هذا الحفل الكريم وفي هذه المناسبة الغالية التي نكرم فيها أطفال المدرسة الأعزاء، وبكل الحب والدعوات الطيبة ندعو لهم بالسعادة ومستقبل باهر إن شاء الله. ولا ننسى أن نقدم كل الشكر والتقدير لمدرسات هذه الأطفال على الجهد الرائع الذي بذلوه خلال العام الدراسي، وذلك بإشراف مدير الحضانة الأستاذ نواف طه. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.